تسفل بين السكينة والطمأنينة والرحمة، واذكرنا في ملائك الأعلى المبارك. بيض يا رب وجوهنا، واشرح صدورنا، وزك أنفسنا، واجعل الحق في قلوبنا، وأجر الخير والنفع على ألسنتنا. اسمحوا لي أيها الإخوة أن تكون هذه الخطبة خارجة عن إطار أكاديمي، وأكاشفكم أو أفاتحكم ببعض مشاعري، فسنة 1417 من الهجرة الموافقة ل96 ميلادي، وظفت أو عينت إماما، فقال لي أحد مشايخي مازحا، قال لي أنت دخلت الأوقاف؟ قلت له نعم. قال لي طيب، هو بيمزح، قال لي في دروسك وخطبك ادخل درة المية وما تخرجش منها، وهو يقصد بذلك يعني لما تخطب اخطب عن فقه دورة المياه، الطهارة والوضوء والتيمم والحيض والنفاس والأمور دي اللي تخص الناس، هذه الأمور لا ما تخليك تصطدم مع حكومة ولا مع حاكم ولا مع مشاكل مجتمعية لو خطبت على الناس اللي بيأكلوا بعض في الورش. لو أنا يعني لو إحنا في مجتمع أقدم من مجتمعنا هذا قليلا، وكل يوم واحد يموت والعيال الأخوة يأكلوا أخواتهم في ورشهم، مصيبة للإمام، تجد العداوات تتوجه لك من أي وينتقدوك انتقاد حاد. هذا يحدث بيننا الآن لكن بشكل يعني متغطي قليلا. اليوم فكرني بالكلام ده، كنت في دار مشتهد صباحا، حضرت غسل وتكفين وصلاة جنازة أعز صديق لي رحمة الله عليه، أخي الحاج محمد حاج علم الصومالي رحمة الله عليه. فأثناء الغسل راح وإحنا بنتجهز، راح الإمام التركي سألني سؤال وهو بيتعرف علي، يعني قال لي يا شيخ أنت تخطب اليوم عن الصلاة والزكاة والأمور هذه، ولا تخطب عن أحوال المسلمين والظلم والسياسة؟ قلت له أنا لسه ما وصلتش للصلاة والصوم، يعني لسه في دورة المياه. الكلام ده مش حكاوي يا أخو، الكلام ده مش كلام، أنا لا ما أتناوله في خطبي وارتسم في ذهني. لو خطبت في دولة عمر بن الخطاب، لو سيدنا عمر بن الخطاب حاكم المسلمين في كل الدول، هم الآن أسلوبه في الخطبة لن يتغير. عارف ليه؟ لأن الكارثة الآن، الكارثة في المسلمين ليس تأخرا اقتصاديا ولا تأخر علمي ولا تأخر سياسي، تأخر المسلمين أصبح تأخر أخلاقي واجتماعي. أواجهكم بالصراحة ولا نلون الكلام؟ اللي حصل الآن إن أخلاقنا وما أنا منكم بندوة متدنية لحد أقل من أن نكون مسلمين أو أن يشار إلينا بأن هذا فعل مسلمين. فلذلك تجد التناول الموضوع الخطب أما نرقع ما نستطيع ترقيعه من خروق كبيرة في جسد الأمة. وجسد الأمة هو ماذا تعرف؟ مبني على فرد مسلم، ثم أسرة مسلمة، ثم مجتمع مسلم، وبعد طب والاقتصاد يا مولانا؟ الاقتصاد لما يكون عنده أخلاق لن أكل ربا سواء دافعه أو مقترضه. الأخلاق لما يكون عندي دين لن أولي علي إلا رجل مصلح عادل، مش أولي ظالم لأجل مصالح شخصية وجزئية. اللي بيحصل في بلاد المسلمين جميعا الآن وبلاد العرب على وجه الخصوص، أن تجد الناس إما قهرا أو جبرا أو مصلحة تولي عليها فاسد، وهذا من فسادنا نحن. لأن باختصار وبين قوسين، واحفظها مني، الحاكم إفراز طبيعي لمجتمعه، وكل إناء بما فيه ينضح. تعرف كل إناء بما فيه ينضح مش فقط، ليس فقط في باب أخلاقي على قدر أخلاقي أخرج كلامي، لا،
المجتمع أيضا إذا نضح نضح إماما، نضح عفوا ما هو الإمام حاكم، نضح حاكم. فالحاكم هو إفراز مجتمع، يعني ترى عمر بن الخطاب كان في مجتمع كفري، مجتمع الصحابة طلع لهم أبو بكر، طلع لهم عمر، طلع لهم سيدنا عثمان، طلع لهم سيدنا علي، طلع لهم سيدنا معاوية اللي أنتم مش موافقين عليه أو غيركم يعني مش موافق عليه، وكان حاميا للبيضة وتوسع أكبر. خلينا أقول لك معلومة وابحثها فيما تحب وقت ما تحب. أول أسرة أو أكثر أسرة أو أعظم أسرة خدمت الإسلام هي الأسرة الأموية، اللي هي تحارب من ساسة هبل السياسة العربية السنية ومن الشيعة على مختلف مشاربهم. أكبر أسرة خدمت الإسلام هي الأسرة الأموية، شئت أم أبيت، والتاريخ يشهد، أنا مالي، رغم أن تاريخهم كتب في عهد أعدائهم اللي هم العباسيين فيما بعد. فعايز أقول لك أن المجتمعات تفرز حكامها. إذا أصلحنا المجتمعات في أسلوبنا الوعظي، هو أنا قدام حاكم الآن هيسمعني؟ ولو سمعني ما هيسبحني بعد ما أنزل، وانت هتقول الله الله يرحمه كسب الشهادة، مبارك للشيخ الشهادة، بقى ده اللي هتعملوا، يذبح قدامكم وتقولوا كده الله يرحمه. واحد من المشايخ مرة قال له والله ما حد هيدفع لك أين أورو لمحامي، قال لي ضبط أمورك، ما فيش حد هيدفع لك أين أورو لمحامي لو احتجت. فأنا الآن بتكلم في وجع، أنا برفع لكم وجع. ليه سياسة الخطابة الآن والدعوة إلى الله محتاجة للكلام اللي ينقي الفساد المجتمعي، الفساد اللي هو يفسد الشخص. يا أخوانا أعيدها عليكم تاني، ما فيش بلد عربي فيه نكبة إلا لما الفساد فساد أفراد وفساد مجتمعات. إلا هو نسب الطلاق الآن ارتفعت ليه في بلدنا وأصبحت أرقامها فلكية. لما تسمع أن أنا خايف أقول لك اسم بلد تستغرب على عدد السكان، لما تسمع تونس ولا مصر ولا الكويت، أكثر بلد أقل بلد فيها طلاق يكون كل 4 دقائق فيها حالة طلاق. اتكهربت ولا لسه؟ طبعا أنت ما تقول ده، ما يقول نسب غلط، راجع أنت الإحصائيات، الإحصائيات العلمية موجودة ومتاحة لك قبل ما تقدر تقوم من مكانك تتأكد منها من جيبك من الهاتف. يعني أقل بلد فيه طلاق في البلاد العربية، وده فساد مجتمعي. أنت شرط الطلاق ده حل. فلما وكمان الإحصائيات طلع بطريقة غريبة، مش بيرمي لك كده نسبه بس، يقول لك الطلاق في السنة الأولى بعد السنة الأولى مش عارف كم في المية، وبعد 5 سنوات زواج كم في المية. الأعداد المتكاثرة في نسب الطلاق بين المسلمين اللي عندهم قرآن، اللي عندهم قرآن وعندهم سنة وعندهم وحي شريف متصلين بالله عز وجل، نسب الطلاق أصبحت الآن أرقامها فلكية بهذا الشكل. مصر كل دقيقتين، اتفاجأت ولا لسه؟ كل دقيقتين في حالة، كل دقيقتين في حالة طلاق. والخونة، المشايخ الخونة يتكلموا بكلام وإن كان مكتوب في الكتب أو حصيلة كلام في الكتب العلمية إلى أنه يفسد. والعلم بعضه، بعض العلم إذاعته حرام، مش علم السحر ولا علم المتفجرات، علم أحكام تعشش في ذهن المرأة تفسدها على زوجها، وعلم أحكام تعشش في ذهن الولد تفسد على أمه، والأسرة تصبح مفككة وانتهى الأمر وضعت وتذهب ريحكم. ربنا قال التفرق يذهب القوة، الريحنا هو القوة. فلذلك اليوم احنا بنتكلم على داء مجتمعي، داء مجتمعي، أو بلاش نصوره في صورة داء، بنتكلم على نعمة تكاد تكون مفقودة، نعمة الأخوة في الله. فكر كل واحد فيكم، وأنا أخاطب الشباب الآن، هل لك أخ؟ الشباب أولادنا في المدارس، أولادنا يعني اللي هو بدأ يكون صداقات ومعارف، هل لك صديق تستطيع أن تقول هذا صديقي وصديقي في الله وأخي في الله؟ هذه كارثة.
لابد أن تبحث ستجد. لما تيجي تتزوج حط معايير سليمة للزواج وستجدها، ستجد الصالحة وستجد الغنية لو عايز غنية، وستجد الجميلة لو عايز جميلة، وستجد ذات الدين وبنت الأصول لو أردت. بس أنت في معايير، سقف معايير حاطه غريب متفاوت بين الشباب، نعم، لكن مش هو اللي يبني أسرة، مش هو اللي إذا تزوج. أين أجد الشاب الذي يريد بنتا إذا تزوج بها وأنجب ثم مات أو فارقها لأي سبب من الأسباب، غربة أو طلاق أو أي سبب، يستطيع أن يطمئن على أولاده معها؟ ده ما تستطيع تطمئن إلا إذا كنت اخترت جيد من الأول، وكنت حاطط البند ده في مخيلتك قبل أن تبدأ وقبل أن تسعى. ولذلك ربنا في سورة مريم يقول وأمر أهلك بالصلاة، وقال فعل عجيب يا إخوة. بنية الكلمة في اللغة العربية تؤثر في معناها، بنية الكلمة يعني الحروف، الكلمة لها جذر وبعد كده لها زيادات على الجذر، لها حروف أصلية لا تستطيع أن تحذف منها حرفا وبعد كده في زيادات. لما تجد ربنا يقول لك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إيه اصطبر دي؟ طب الجذر إيه؟ صاد بقرة، خلاص ثلاث حروف. طب ليه ما قالش واصبر عليها؟ زود الطاء علشان يقول لك طول نفسك، ده موضوع الإصلاح، ده موضوع صعب، ده أنت كل يوم وكل لحظة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتلون في الأساليب، تلون في الأساليب، مرة تتغافل ومرة تفتكر توجه النصيحة للكبير وتقصد به الصغير، ومرة يعني تحكي الحكاية على نفسك وتقصد زوجتك عشان ما توجهش الأوامر، لأن الأوامر صعبة في حد ذاتها أيها الأحباب. فلذلك اللفظ القرآني جاء بالطاء زائدة، واصطبر عليها. الأمر محتاج مشقة، مشقة كبيرة أكبر مما نحن نتصوره أو نفعله. فلذلك نتكلم على أهمية أن يكون لك أخ في الله. أن يكون لك صديق أمر سهل، لكن شرطه أن يكون في الله حتى تنتفع به دنيا وأخرى، حتى تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. إزاي لها فهمك؟ شرط الصديق أن يكون صديقا في الله. في الله يعني يساعدك على طاعة الله، ينهيك عن منكر، يؤمرك بمعروف، يحسك على خير، يجتذبك لمصلحتك، تعال نذاكر، تعال نقرأ قرآن. على فكرة حتى الوالدين، أنا لا أمركم ولا أستحسكم أن كنتوا تجعلوا هدف من أهدافكم أن كنتوا تحفظوا أولادكم القرآن الكريم، وإن كان هذا شيء جيد وممتاز ونفرح به إذا حدث، لكن احنا مش عايزين عقلية السدي، تعرف الحافظة الرقمية الديجيتال في استبلاتة وديفودي وتسدي، دول عقلهم أصغر حاجة منهم، أصغر حاجة منهم. لما تحب تشحنها معلومات شرعية يكون عقل اللي فيها أحسن من ابن تيمية، أحسن من أبو حنيفة ومالك والشافعي، صح والله. تجد أقل قرص صلب عليها مستخزنات شرعية، عقله ما عليه من معلومات وما يحتويه من معلومات أكثر من المعلومات اللي كانت عند الإمام مالك وكانت عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنما القضية أنا مش عايز آلة استرجاع، أنا عايز آلة تنفيذ، آلة أخلاق. عايز يريد من الإنسان، الإسلام يريد من الإنسان أن يكون ماذا؟ فاعلا أكثر منه قوال. هذا كلام قاله سيدنا عثمان لما عينوه خليفة، طلع يخطب مش بتاع خطابة سيدنا عثمان، والله لا أكلمكم بصدق، سيدنا عثمان لم يكن خطيبا، فطلع يخطب اهتز وارتجف وخاف من اللي قدامه، ما عرفش يخطب ولا عرف يتكلم، راح قال كلمتين عدوهم الخطباء من أبلغ الخطب. قال إيه؟ قال إنكم في حاجة إلى إمام، يعني حاكم فعال أكثر منه قوال. قالوا ده أحسن كلام، ده أنت كده قلت أحسن كلام، هو إحنا عايزينها أكثر من العمل؟ ربنا قارن بين الإيمان والعمل، ولم يكتفي بالإيمان فقط، الإيمان فقط لا ينجي ولا يأخذ باليد. انتبه، إذا ظنيت أنك أنت حفظت القرآن والسنة الشريفة وقعدت تسترجع فيهم ومسك مسبحة تعد في حباتها وبهذا تنجو، لن تنجو،
أنا بقولها لك وبوجهها مباشرة. الخطيب يقول إيه؟ لن ينجو شخص ثالث زي ما بيقول الألمان دريتا برزون. إنما إحنا لا أتكلم على أنا أخطبك مباشرة، إن لم تعمل بمقتضى الشريعة لن تنجو. طيب مين يساعدك على كده؟ الصديق في الله، الأخ في الله. لذلك ربنا لما تكلم على الصداقة في القرآن سمها خلة، فقال إيه؟ الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، يومئذ يوم القيامة عدو، يوم القيامة الأخلاء تلاقوهم أعداء. استثنى منهم مين؟ إلا المتقين. المتقين ما يبوش أعداء. يا سلام بارك الله فيك. لولا تعرف الصديق، الصديق الصالح مش شرط أنه هو يؤمرك بمعروف ولا ينهك عن منكر باللسان، مجرد ما تراه خلاص أنت استقمت، مجرد ما تجلس معاه لا تغتب أحدا لأنه لا يقبل هذا. إنما في واحد يجي يشكي لخصمه يقبح ويشتم ويسب ويعمل وانت سكت له، عارف معناه ايه؟ معناه انه هو هيشتم عليك زي ما شتم على صاحبه بعد ما يقوم من عندك، خدت بالك؟ فانتوا ما تسكتوش على الأخطاء لبعض، حاولوا تقوموا بعضكم بعضا وتساعدوا بعضكم في طريق الله حتى تصلوا إلى مراد الله فيكم، وهو أن يكون واحدا منكم، أن يكون الواحد منكم مسلما يشار إليه بالبنان أن هذا مسلم. مسلم يعني مش معناها أنه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يحضر الخمسة في الجامع، معناها أنه هو في كل مكوناته وأخلاقه وأفعاله ملتزم بالأداب والأخلاق السامية اللي هي استفادها واستمدها من الوحي الشريف قرآن وسنة. طيب فالخلة هي التداخل، سماها خلة، أخلاء، هذا تخلل هذا، تشابك معه فأصبح نوع من التكامل. الصداقة هو الصدق في الأخوة والوفاء فيها، وأن الإنسان لا يزين الباطل، لو زين الباطل أو كره في الحق ما يبقى صديق، صدوق، يبقى ضلالي، شيطان يأخذ بيد أخي. ما ربنا قال كده في سورة الأعراف، وإخوانهم يمدونهم، إخوانهم يمدونهم في الغي ما سكتش، قال ثم لا يقصرون. تلاقوهم يا أخي يسحبوا بعض للضلالة وما يقصروش، والله ما قصرت، سحبوا للضلالة لحد ما دخل به النار هكذا. وفي إخوة وفي صديق يسحبك للهداية حتى لا يتركك للشيطان أو للنار أو لنفسك، حتى لنفسك لا يتركك لنفسك. فده شرط الصديق، شرط الأخ. حاول تبحثوا في حياتكم عن واحد بهذا الشكل، تعرف في الآخر ممكن الشيطان زي ما في القرآن أيضا، كل العباد الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، تجد الصديق لها على هذه الصفة، وممكن تتخذ صديق الشيطان ينزغ لك بكلمة ويحط لك مفهوم غير مقصود ولا شيء من كلمة من أخوك قالها، وهو رجل صالح توقف نفسك منه ما لا تستفيد منه في طيلة حياتك في صلاح ولا في إصلاح. الصديق الصادق يعني الأخ الصالح ينفع في الدنيا، في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع. يعني في الآخرة يشفع؟ الإمام البغوي ذكر حديث، واتركك من حكاية حديث ضعيف وحكاية ده لأن الكلام متسق مع أخبار الدين وثباته كله، وهو من أجل أئمة التفسير عند أهل السنة الإمام البغوي، يقول إن الأنبياء يشفعون يوم القيامة في أتباعهم. الأنبياء الأول الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والصديق يشفع. الصديق بعد ما أهل الجنة يدخل الجنة يجلس هكذا ويسأل ألم تروا فلانا؟ أين أخي فلان؟ ويكون أخاه في الجحيم، فيقول الله تبارك وتعالى أخرجوا له أخاه. هو مش له طلب، كل طلبات أهل الجنة تلبى إذا أنت في الجنة، وما طلبت أي طلب الله عز وجل مجرد ما تفكر فيه من غير ما تسأل ولا تطلب، أنت تطلب تشتهي أي شيء يأتيك. فهو اشتهى مين؟ اشتهى صديقه وهو صالح دخل الجنة، وصديقه في الجحيم.
فمجرد أن هو يشتهي لقاء صديقه فالله عز وجل يقول له أخرجوا له صديقه ويكون في الجحيم فيخرجوه له حتى لا يبقى لأهل الجنة صديق إلا أخرجوه من النار. فيقول من بقي من أهل النار من بقي من أهل النار في النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا حسرتهم وهم بيتحسروا على نفسهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أيوة ما تستحقوا أنك أنت هم أهل النار عياذا بالله. ربنا يجرنا وإياكم من أحوالهم ومن صفاتهم. ما كانوا يسمع على واحد من أهل الصلاح إلا لما يؤذوه في دينه وفي دنياه ويضيق عليه ويفعل له كل سوء أو يجتنبوه. فيأتي من يشفع له فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الآيات في سورة الشعراء. فالأخ الصالح كما قلت لحضراتكم في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع إذا اقترب منك منح. إذا اقترب منح أعطى وإذا ابتعد عنك مدح. لا يذكرك إلا بخير. وإذا ظلمته صفح يصفح ويلين جانبه. وإذا نصح لا يجرح. إذا نصحك لا يجرحك إنما يكون على مصلحتك. ويحبك دون شرط. والأخوة في الله جنة في الدنيا معجلة. لما تكون لك أخ في الله يساعدك على طاعة الله تبيت عنده ليلة فيقيم معك الليل تتذكر معه العلم تناقش معه أحوال المسلمين قدتنا الخير. يعني هذا تبقى أنت في الجنة قبل أن تدخلها. والأخوة في الله نعمة لا تقدر بزمن بثمن ولا تكال بوزن. فإن أخوك في الله مصباحك حين تظلم دنياك وهو سرك حين تفيض بشكواك وركنك القوي حين تنهار قواك فتستند إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. الأفضل بين المتحبين الأفضل عند الله بين المتحبين أكثرهما وأشدهما حبا لصاحبه. سيدنا أبو هريرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في الله زار أخا له في قرية أخرى في الله فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرجة على رأس القرية له ملكا. فسأله الملك سأل الرجل إلى أين؟ قال إلى قرية كذا. ماذا تفعل؟ قال لي أخ في الله أزوره. قال هل بينكما مال أو تجارة أو رحم؟ قال ليس بيننا إلا الحب في الله. قال فإني رسول الله إليك وإن الله يحبك كما تحب. الملك ربنا شخص ملك للمتحبين. مش شرط سيدنا جبريل ينزل لا ده حصل وفعل هذا وأنزل ملكا يخبر المتحابين أحد المتحبين في الله أن الله يحبه. لأجل ماذا؟ جاهد في سبيل الله أقام الليل تصدق كل هذا جميل لأجل أنه يحب. المحبة عمل عاطفي قلبي عمل قلبي لا يكلفه بالعكس بدأ هو ده اللي يحب صحته أحسن من اللي يكره. والله ما كلمك صدق. واللي يعفو صحته أحسن من اللي هو حاطط في دماغه فقه الانتقام. لذلك أيها الأحباب اجتهدوا كثيرا في هذه المحبة اصنعوها. العرب كان والمسلمين وصلوا لدرجة في المحبة من الإيثار أنهم كانوا يؤثروا بعض بما يبقي على الحياة. تعرف حديث العشرة الذي في أحد المعارك الإسلامية دار بينهم كأس ماء وهم عطشة جميعا ويقول اعطيه للثاني اعطيه للثالث اعطيه للرابع. الثالث يقول للرابع والرابع يقول للخامس حتى وصل إلى العشر فوجدهم ميتا فعاد إلى الأول فوجدهم ميتا فماتوا جميعا وبقي الكأس. والعرب كانوا يصلون الأخوات بأمور عجيبة. جاء رجل لباب معاوية وسيدنا معاوية كان في الشام قريب للروم فاتخذ قصور مثل الروم وعمل لهم مباه وإلا تسقط هيبته وده صحيح. فاستأذن على في الدخول على معاوية طلب
يدخل، فالحاجب يقول له نقول له من؟ قال له قل له أخوك. فمعاوية قاعد يعد من أبو سفيان أولاده غنم الجحا، أدخله دخل قال له قلت له أخي؟ قال له أخوك من آدم. قال له أول من قالها وأنا أول من يصلها ويبلها ببلالها، يعني أنا أنت دعيت هذه الأخوة هي أخوة صحيحة وأنا سأصل هذه الأخوة. شفت أنت واحد ينتسب إلى الآخر، لذلك الأخوة في الله ممكن تكون أخوة إنسانية عريضة، اشفق وأحب كل الناس ما لم يوجه لك عداء. أنا مش بقول لك من لطمك على الأيمن فأدر له الأيسر ومن نزعك ثوبه فأخلعه له، لا هذا ليس نص عندنا، إنما اللي ما عداكش الذي لا يعاديك لماذا لا تبادله محبة وعاطفة وهكذا. إحنا أخوة متأخرين، إحنا عايشين في مجتمع الآن على مستوانا تعاشر الواحد، والله أنا شفت هذا ومصيبة ووجدت كتابات ومقالات في هذا الإطار، تعاشر الواحد 10 سنين وفي الآخر يدمر هذه العلاقة من أجل كلمة أو موقف، لا يغفر ولا يصفح ولا ما هذه الشيطنة؟ إيه الأبل سدي؟ هذه شغلة أبليس يا أخوة، تخلصوا منه حتى تكونوا مسلمين. أوعى واحد فيكم يفكر أنه هو قال لا إله إلا الله يبقى مسلم. عايز تكون مسلم تنجو بها؟ عايز لا إله إلا الله التي تنجي من النار وتدخل الجنة؟ لا إله إلا الله التي يتبعها عمل. ما هو الإيمان كده عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان ينفع؟ لا. قال واعتقاد بالجنان ينفع؟ وهو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واعتقد أن ذلك صوابا وخلاص ينفعه؟ قالوا لا، أهل السنة قالوا ليس هذا إيمان لسه. قالوا عمل بالأركان. أركان إيه؟ أركان الإسلام. اللي ما يعملش بأركان الإسلام مش مؤمن. ما حدش قال لكم الكلام ده؟ هو كده. حتى إلى هذا الحد توقفنا عن الأخوة، وفي أخوة يجب أن تصلوها اليوم. طبعا تصفية خصامات ومشاكل وأمور دي مطلوب، لكن في أخوة أخونا علي بيقول لي مدير الجامع بيقول لي إحنا لازم اليوم نجمع تبرع لإخواننا في باكستان. مالهم يا عمي باكستان؟ قال لي عندهم فيضانات ومش عارف كم مليون مشرد وكم ألف قتيل أو يعني ضحايا، يعني لا هنقول شهيد عشان الشهادة دي شغلانة للشهادة بها صعب. طيب وإيه تاني؟ أما أقول السودان ولا باكستان؟ قال لي باكستان. قلت أنا عارف. قال لي يا شيخ مالك؟ هذا عيب في الشيخ أنه ما يعرفش أحوال الأمة. الشيخ اللي قال لي نايم على روحه ويجي له مصايب. أنا أحيانا ببطل سماع أخبار عشان السكر يزبط شوية، يزبط أول ما اسمح نشرة الأخبار دماغي تعكنا أسبوع ومرض، فبقيت أبلد نفسي لحد ما معرفتش أخبار إخواننا في باكستان. وإخوانكم يريدون أن يجمعوا لهم تبرع اليوم، غاثي لهم سيصلهم إن شاء الله عن طريق أحد الأخوة الثقات، أخونا أبو مولانا الشيخ رحيل الأخ ظفر، سيصلهم هذا التبرع عن طريقه. فبلوا هذه الأخوة ببلالها، لعل الله عز وجل يرسل لكم غيثا نافعا وصيبا طيبا تلين به قلوبكم، ويغفر بهذه الصدقات لموتاكم، ويشفي الله عز وجل مرضاكم. أعتذر عن طول الخطبة، لكن قلت لكم هتكون عاطفة وليس كلاما علميا. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم.